متابعي قناة شعب قناة شوف تي في، أهلا وسهلا مرحبا بكم في البث المباشر مباشرة مع سفارة بوغاز كالعادة مدينة طنجة. نشاهد إياكم في البث المباشر الهدوء التام اللي كتعيشوا الأحياء الشعبية لهذه المدينة الجميلة. متواجدين معكم متابعين الأوفياء من حي بن ديبان والنواحي بن مكدة والنواحي. طبعا هذه الأحياء الشعبية اللي كترفعت حركية كبيرة طيلة اليوم، كنشوفوا في تمام أو بعد منتصف الليل بدقائق هدوء تام يعم الأرجاء. أفيها بس ناخذكم في جولة، نريكم جمالية للأحياء الشعبية ديالنا، الهدوء رزانة الجمال، وأيضا دون أن ننسى الجمال للخالق عز وجل، جمال الجو والأمطار الغزيرة اللي شهدتها مدينة طنجة. متابعين الأوفياء فابقوا معنا. متابعين الأوفياء تذكير بأخذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء استعمال الطريق، وهي في الحالة هذه الحالة ديال التساقطات المطرية، خاصة التساقطات اللي كتشهدها مدينة طنجة طول هذه الأمسية أو هذه العشية. هي تساقطات خفيفة جدا اللي كتخلي كما قلت من قبل الطريق تزلق، اللي كتخلي التحكم في السيارة صعيب، خاصة إذا كانوا الفرامل قدام وإذا كانت العجلة حتى هي منذ مدة ما تبدلت يعني كتحك، فكيصعب على السيارة توقف في الوقت المطلوب في مثل هذه الأجواء. دون أن ننسى الحمد والشكر لله على هذه النعمة اللي نعم بها سيدي ربي علينا، سواء كساكنة الشمال سواء كساكنة المغرب بشكل عام. متمنياتنا من الله عز وجل أن يرزقنا غيثا نافعا وأن يبارك لنا فيما رزقنا. متمنياتنا من الله عز وجل الكثير من الأمطار، طبعا طلعت لأن قد نفع في المناطق الفلاحية ديال المملكة، لأنه كاملين كنعرفوا البطاطا في الوصلات، مطيشة في الوصلات، البصلة في الوصلات. طبعا هادشي كيف ما كيقول الفلاحة أو الناس ديال السوق، أنه هادشي عائد قلة المطر. الحمد لله كنشوفوا بلادنا في الآونة الأخيرة ارتوت بما تحمل الكلمة معنا، الحمد لله. طبعا دائما نرجو من الله عز وجل المزيد والمزيد كما قلت، وخاصة في المناطق الفلاحية، لعل وعسى أن الأثمنة ديال الخضر والفواكه تكون في متناول الجميع وتكون في متناول القدرة الشرائية ديال المواطنين. اللهم آمين يا رب العالمين. متابعينا الأوفياء، لا تنساوش تكتبوا لنا ملي كتابعوا هذا البث المباشر شنو الأجواء اللي عندكم في المدن ديالكم أو المناطق ديالكم في تمام الساعة الثانية والنصف تقريبا من منتصف الليل. كالعادة متابعينا الأوفياء موجودين معنا الحمد لله، وهادشي اللي كيخليني أنه دائما قاو على ماشي غير أنا، قناة الشعب كلها تبقى معكم في تواصل على مدار الساعة طيلة الأسبوع في بثوث مباشرة متواصلة دون انقطاع، لأنكم دائما حاضرين معنا في كل وقت. كما قلت الساعة تشير إلى الثانية عشرة ونصف ليلا أو منتصف الليل، والحمد لله موجودين معنا في اللايف، كاين التعاليق، كاين الناس، كاين المشاهدات، كاين المشاركات، كاين التفاعل. فتحية لكم صراحة من الأعماق متابعينا الأوفياء. نبغي نقرأ تعاليقكم، نشوف شكون حاضر معنا، منين حاضرين معنا، وشنو الأجواء اللي عندكم. فكما كنقول دائما أنا وصلت لكم واحد المشهد، ومشهد جميل، مشهد مدينة طنجة والتساقطات المطرية في منتصف الليل. فعمري منكم حتى انتم غير بالكتابة تكتبوا لي شنو عندكم في المدن ديالكم، شنو عندكم في المناطق ديالكم، واش كاين شي تساقطات مطرية أو الأجواء عادية كما هو الحال بأقاليمنا الجنوبية والصحراء المغربية. Thank you.
تعالوا تعاليقكم متابعين الأوفياء ونشوفوا شكون هما المدن اللي حاضرة معنا في هذا البث المباشر واللي كما قلنا في تمام منتصف الليل. أجواء جميلة جدا، زادتها الأمطار الغزيرة جمالية، فالحمد لله الحمد لله من القلب على هذه النعمة، هذه نعم سيدي ربي دائمة، الحمد لله الحمد لله. محمد أخويا أنا من قرصيف غير الشمس وصفة، الشمس وصفة، الأجواء عادية في قرصيف، وأتمنى من الله عز وجل الرحمة، ونتمنى من الله عز وجل أن يرزقنا غيثا نافعا يا رب العالمين. مراد مازال منتصف الليل، ما عرفت أخي إذا كنت أنت معنا في منتصف في المغرب راه عندنا منتصف الليل، كنت في شي بلاصة أخرى ممكن. محمد بن عبد تبارك الله، الله يبارك فيك أخي محمد، تحياتي من برشلونة. عديل أهلا وسهلا بناس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كالعادة دائما موجودين كل بثوثنا المباشرة، تحية لكم من القلب، تحية لكم من الأعماق، حفظكم الله ورعاكم. عبد الله طنجر أهلا وسهلا أخي عبد الله، خديجة. وعليكم السلام أختي، أهلا وسهلا، تحياتي للناس ديال برشلونة، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا أخي عادل أو عادل الإدريسي. المتابعين الأوفياء شكرا جزيلا لمتابعتكم ومشاهدتكم هذا البث المباشر، تفاعلكم تعليقاتكم ومشاركتكم، على أمل أن أراكم في القريب العاجل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.